حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في كل حلقة من حلقات البرنامج، وحتى تقدرون تشاركونا في البرنامج بآراءكم حول المواضيع اللي نطرحها. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا بأي وقت من داخل العراق من زاخو إلى الفاو على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، فعندكم ذني رقمين إلى الداخل. أما الرقمين اللي راح تشوفوهن هسه فذني رقمين بالنسبة إلى دول الخارج، فعندكم أربع أرقام للاتصال، رقمين إلى داخل العراق وذني الرقمين اللي تشوفوها أسفل الشاشة إلى خارج العراق، فذني أرقام أربعة. أما هذا الرقم اللي يظهر أسفل الشاشة هنا، هذا الرقم مخصص لبرنامج الواتساب، ما أقدر أستقبل بمكالمة، لحد يزعل من عندنا إذا تدقون على رقم الواتساب ما راح يبين يمي، فما راح أشوف مكالمتك. رقم الواتساب ما مخصص للاتصال، تقدر تتصل بينا على أرقامنا الأربعة الثانية. أما هذا الرقم اللي تشوفه هنا فقط أنه تكتب لي رسالة، أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الفيديو اللي شفتوه بداية الحلقة، ذول اللي دا يضربون طلقات، ذول بمطعم بمحافظة نينوى، ذول قوات أمنية لابسين زي مدني، يعني ما شاء الله الدولة أخذت السلاح من البشر والمحافظات راحن، ورجعت الدولة قالت سيطرنا عليهن وتهجير و و و و و وكل مشاكل العراق والسلاح المنفلت، عندنا قوات أمنية يروح دا ينتظر العشاء. الفيديو اللي دا تشوفوه ذول قوات أمنية، حرس وطني على مجموعة أمن على مكافحة شغب، قاعدين دا ينتظرون العشاء بين ما الطباخ يجهز لهم العشاء، وما قعدوا يرمون كم طلقة داخل المطعم. بس مو هذا موضوع حلقتي، بس حبينا ننوه عليه. الحكومة وين؟ موضوع حلقتي اليوم يصادف اليوم العالمي لمناهضة ضحايا أو لمناهضة التعذيب أو لمساندة ضحايا التعذيب. العراق ما شاء الله واحد من الدول اللي بيه ضحايا تعذيب هواية. قبل ما نحكي عن التعذيب اللي دي يصير بالعراق، قبل ما نحكي ونقول السجون العراقية شنو دا يصير بيها جوا، إذا تردون ندور بالاتفاقيات، أكو قرار 46 على 39 مؤرخ بعشرة كانون أول 84 سنة 1984، وفقا للمادة 27.1 أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ترى الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدل والسلم في العالم. واتفقت الدول المنضوية على ما يلي: أولاً، لأغراض الاتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. هاي اتفاقية الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة 9 صفحات، ما أقدر أقرأها كلها، بس قرأت لكم التعريف مالتها. يعني جزء من التعريف يقول أنك تعذب شخص أو شخص ثالث حتى تأخذ من هذا الشخص اعتراف، هو هذا نفسه اللي يصير داخل السجون العراقية. كل المتصلين وكل العالم يعرف أن المعتقلين الموجودين داخل السجون العراقية أبرياء وقعوا على اعترافات نتيجة التعذيب اللي تعرضوا إليه. زين، هاي الاتفاقية اللي وقعت عليها الدول وين نوديها؟
ليش ما لها محل بالإعراب بالعراق؟ وليش ما اشتغلت بالعراق؟ وليش الأمم المتحدة ما دايرة بال اللي دا يصير بالعراق؟ نعتب عليه من؟ جنى هنس بلاسخارت مفوضة الأمم المتحدة بالعراق، لو اللي كان قبلها، لو نعتمد على أنطونيو غوتريش، لو على الحكومة، لو على الناس، لو على من نعتب حتى الناس تحصل حقوقها. كل دول العالم اللي وقعت على هاي الاتفاقية، وهي كثيرة تقريبا من 189 دولة أو 179 دولة شاركت بالمؤتمر، وقعت 160 دولة على هاي الاتفاقية، ومن ضمنها العراق الطامة الكبرى، كلها اتفقت على حظر التعذيب بشكل مطلق. ونصت المادة الخامسة من الإعلان أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. نذكر الولد اللي قصوا شعره بالكترات وغلطوا على أهله، على والدته تحديدا. المن نتذكر؟ نذكر اللي قصوا إذاناتهم اللي لزموهم بتهمة أنهم على أساس دواعش بدون دليل. المن نتذكر؟ نتذكر الطفل اللي داسوه بالدبابة. نتذكر اللي هشموا وركبهم بالشواكيش. مختطفي الرزازة، لو اللي موجودين بالمقابر الجماعية اللي دا تكتشف تباعا، لو اللي موجودين بالسجون، اللي موجودين بجرف الصخر، لو اللي موجودين بالحوت، لو اللي موجودين بسجد التاج. المن نتذكر؟ إهانة، فهم قمة الإهاين. يعتقلون ناس يخلوهم قفص ويطب الواحد تكرمون شايل مداس، احنا بالعراق نسميه أجلكم الله نعال، ويضرب على رؤوس المعتقلين. هاي إهانة. الغلط والسب والشتم هاي إهانة. التعامل بطائفية هاي تمييز عنصري. والضرب واللي صار برأس المعتقلين واللي وقعوا على ضوء هذا الضرب والتعذيب على اعترافات هم ما مسويها، هاي كل المواثيق الدولية رفضتها. أبو ياسين من ديالى، حياك الله. حياك الله الغالي، حياك الله المحترمين. حياك الله يا غالي. عزيزي أفل بالسجون طبعا، الله شاهد، مو مبالغة. جانا الصليب وسوالنا رسائل ودونا لأن ورا ما ختم رسائل ترى موافقة إدارة السجن على رد الرسائل، يعني بدأ كيف الإدارة يودينا موديها فهذا في الدار ماله ما سيطبعون كتب ويزدون كتب ومستعدة ويشوفوا السجون وشايات مقبل سري ولا يجيبون يجيب عرض قدامك لو تعترف ويبطلون أعوار خبيضة. خلي نقول الأمم المتحدة ما تعلمها، لكن اليوم الموضوع ما الاستيراد، هل ما تعلمه؟ ما الرسالة واضحة للأمم المتحدة أمريكا اللي احتلت له أمريكا الرعناء، اليوم كل اللي مسدد الحكومة هو قطيع السلسلة وقطيع خليلي اللي هم الحشد، هم يدون العمل السياسي، وهذا هذا بنزول المطبخ الكاظمي جابيه مع الأسف وزير الدفاع وزير الداخلية ما يخدم من نفسهم، وهذا حتى سامع الزعطور في يدن جايين يستعرضون هاي قوة بديالة. ولوش معنى معناته بمعسكر أشراف؟ الأمر واضح، معناته كانت المعارضين مع المجاذيخة هم معسكر أشراف ضد خميني الملعون المقبور مشعول الصفحة، فهم يدون السعر إنه جابوا هذول أقوى سلطة يدين العملية هي تستعرض ومهيمنة قدام كل العالم. ومع الأسف هو الكاظمي رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة أدرسلك بتقول دول رجال العراق، معناته على المرات يقص ذلك من عند السبع داس على صورك بالأذيان، يا ما تستحي والله العظيم يا هذا مع الموضوع هذا واضح، هذا الحاسس الدولي والحاسس الثاني هم واحد لكن الشعب شوف، يعني إذا وزير الدفاع تستعمل هذا الاستعراض تعزية وين الدولة؟ هي يعني تحدث هاي لا دولة هي الدولة، رئيس القائد العام للقوات المسلحة ما تخجل من نفسك ومنصبك هذا وجاي تستعرض يا ميليشيات، يعني لوين راح يوصل مستوى العراق؟ وهذا جلسة الأمريكا اللي احتلتنا بعد الديمقراطية، يلا وياكم، هل معقولة؟ ما يدرون فالسعراض ما يدرون يضربونه؟ معلوم يعني اليوم هم اللي ضربوا وضربوا السفارة وضربوا عربين بصواريخ، هم اللي نفسهم، معقول أمريكا ما تربيهم؟ بلاقي هم يدون يدمرون العراق يا أخي أفل، أمريكا ولا غير أمريكا ولا إيران
هم جايين عسد من العراق، يعني مشروع واضح هسه انت دافع عن نفسكم، يا يعني تضرب صواريخ غير قانونيه على اربيل، تضرب على السفارات، بعد وين دار امريكا؟ وين دار الاستخبارات الامريكي؟ جيت يا ابو الاقليم، يا ابو الاقليم يا مسعود بلزاني، وجايبون لك عزمك تستهدفون هذا الحج الطافي، هاي مشيات الطافي المنفلته، ما نسيت شو اساس طلعوا طلعوا فصائل مرجعيه ما تستعرض، وجماعه مقتدى ما تستعرض، وصلنا ما شاء الله اربا اربا، ما نعرف ولا الدنيا ولا القانون. ما نعرف هي مين المشيات مقدر على سبع مقتدى وغير مقتدى، لو ما تستفيد هذا القانون ولا حيصل. ماكو دوله ولا قانون ولا امم متحده. وقوة الأمم المتحدة ما مشهور فيها العراق. يعني هذا العراق قاعد ينزل اليوم 18 19 سنة، الأمم المتحدة وين؟ أنت أمريكا من غزيتينا وين دورك؟ لا تعمل الشعب؟ لا تعمل المشروعات العسكرية؟ لا تعمل المشروعات العراقية؟ يعني هذا الموضوع شنو هو؟ الأمم المتحدة ترى كلها فاشلة، ما تشمل العراق أصلاً إطلاقاً يا عزيزة. تحياتي لك أخوي الغالي. شكراً 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 جزيلاً لك أبو ياسين. يعني المشكلة سنة 84 قلت لكم وقعت تقريبا 163 دولة، الرقم الصحيح اللي وقعوا على هذا القانون، لكن في عرف القانون الدولي يعد هذا الحظر ملزما لكل أعضاء المجتمع الدولي دون اعتبار لما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدة الدولية التي تحظر التعذيب صراحة أم لم تصادق عليها. يعني كم دولة أكو بالعالم؟ 191 ال 191 ملزما. سنة 97 بستة، يعني سنة 97 بشهر كانون أول أخذت الجمعية العامة هذا التاريخ اللي هو 26 حزيران يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيق الفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب. طيب يعني أتمنى من الأمم المتحدة لما فعلت هذا اليوم للقضاء على التعذيب خلي شوية طب للعراق وتشوف اللي دا يصير داخل السجون العراقية واللي دا يصير خارج السجون العراقية أيضا بالمعسكرات بمراكز الاحتجاز. خلي تشوف لما ينولي واحد شو يصير بيه من قبل الميليشيات اللي مسيطرة على الوضع بالعراق. الأمم المتحدة دائما تأكد أنه احنا نندد العفو بالتعذيب منذ البداية بوصفه أحد أحط الأفعال التي يرتكبها البشر في حق إخوانهم، ويتطلب التعافي من التعذيب برامج فورية ومتخصصة لعلاج آثار التعذيب. لكن اللي أثار يعني انزعاجي بالموضوع كله هو مشروع قانون مناهضة التعذيب العدد 176 لعام 2017. يقول ورد كتاب مجلس القضاء الأعلى دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية قسم الشؤون القانونية بالعدد 5014 سنة 2017 بعنوان مشروع قانون مناهضة التعذيب، ومرفق صورة ضوئية من كتاب مجلس الدولة رقم 3507 مع نسخة من مشروع قانون مناهضة التعذيب. المشكلة لما تقرأ التعريف للتعذيب نفس التعريف مال الأمم المتحدة اللي هو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة ويعمل عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدي أم عقلي شديد كان أم لا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعترافات أو بقصد معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه بارتكاب. نفس التعريف هذا بالقانون العراقي. ليش ما تفعل العدل هسه؟ ليش لهسه المسجونين اللي وقعوا نتيجة التعذيب ينحكمون وإعدامات هواية صارت ومن وراء تعذيب؟ مصطفى من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هلا بيك غاتي. يعني مصطفى أنا والنعم منك أخويا. يعني
ياخذون من عنده، يعني هم اللي يريد يخلي شيء يجي تعرفه وين ساعتي. نعم صحيح. نعم وياك. ايه يعني هسه المحل اللي يريد يعني يخليك تشوف التجين ما شاء الله ياخذون التجين. ما تعرف عنه كل شيء، لا تعرف وين، لا تعرف كل شيء، انا عندي ما اخذينه يعني ما تعرف انه كل ما كل شيء هاي لا مسافر فيه. ما انا لا نعم. يكون مثل الثياب يا اخي كيف تقدم هي. نعم. حياك الله اخويا ابو جعفر من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. امروتك يا معود المساجين، امروتك يا عيني. تفضل اخويا. يا عيني المساجين والله تبهذلنا من وراهم، بالله العظيم تبهذلنا. الو وياك اخويا. معود والله العظيم تبهذلنا، ولدنا بالسجين، يعني والله العظيم امورنا فتحوا الطاوله. زين ابو جعفر بس اطلب من عندك تنصي لي صوت التلفزيون حتى نسمعك بشكل اوضح. يعني والله مروتك يا معود بهذلين، عيالنا بصفحه، ولدنا بصفحه، كل واحد نايم بالسجن، عنده ثلاث جهال واربع جهال مبتلي بيهم جنس. الو وياك وياك ابو جعفر. انا معود احمد ابويك، يعني انتو يعني على المساجين على العفو، يعني العالم متبذله والله متبذله. نعم. الو نعم تسمعني عيني؟ اسمعك يا اخوي. امرتك احمد والله المعتكرين بالقران ترى دمرنا، بالكعبه دمرنا. نعم. يعني احنا عايشين بعيالهم، عارين بعيشتهم. نعم. خلي يمشون العفو. هسه 100,000 دولة سوت عفو. بس يعني. نعم. رحمة ذاك الأب الخير. نعم نعم نعم. أشكرك يا عيني. شكرا أشكرك. شكرا يا أبو جعفر. طبعا المادة 2 3 من مشروع القانون تقول على قاضي التحقيق أو الادعاء العام أو المحقق القضائي أو مسؤول السجن أن يأمر بإجراء الفحص الطبي خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب أو الشكوى. تعرفون ليش الفحص الطبي؟ حتى يبينون أنه إذا أكو شكوى ضد واحد معتقل، ماكو واحد ضربه، ماكو واحد أذى، إذا أكو آثار تعذيب أو أكو آثار نتل أو أكو آثار تعليق تبين. بس يبدو أنه هاي المادة يعني بالعراق مو منسيه، بس هي ماخذيها عكس. لانه اولا المعتقلين الموجودين داخل السجون هم ما عندهم رعايه صحيه، والدليل اللي دا يموتون داخل السجون نتيجه الاهمال الطبي. ثانيا كثره التعذيب اللي دا يصير داخل المعتقلات العراقيه من 2003 الى اليوم، وكثره الاعترافات اللي دا تنتج عنها بسبب التعذيب اللي دا يصير بحق المعتقلين. ناس ابرياء، وكم معتقل ومعتقل سمعنا انه متهمين بقتل انسان والانسان عايش، ويروح الانسان يقول لهم يا باني عايش اريد اتنازع، يقول له لا اكو حق عام، وهم انه يوقع وينحكم ويجوز ينحكم اعدام. ابو محمد ويانا حياك الله. السلام عليكم استاذ عمار. حياك الله اخوي ابو محمد من نينوى. ايش المعتقلين يعني اكثر المعتقلين المحكوم 15، يعني هذا اقل شيء، اقل حكم 15. نعم اعدام. يعني هذا اي هذا هو نفس المحقق اللي يحقق يقدمه للقاضي. يعني اذا ينتل بالكهرب او قعدوه على برامج او 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 عذبوه او علقوه بانكه او هذا، هو ما يعترف ما يوقع، هو نفس المحقق. يعني كيف هذا بشر؟ يعني هذا بشر التعذيب فوت التحقيق، كيف بشر يعني ينضرب ينضرب وينهان، يقول له ابصم اعدمني اعدمني ولا تقتلني. يعني يعني كل الدول بها عفو بها، ما انا ما عندنا يعني ماكو، يعني هسه الشباب مئات الشباب هذا المفقودين راحوا، نقرا عليهم السلام، السجناء متروسه واحد فوق واحد. ليش؟ ليش؟ يعني ماكو حقوق انسان،
ماكو هيئه علماء المسلمين مالنا خارج العراق، الصحيحين مو الموجودين. هيئه علماء المسلمين مالنا خارج العراق، لان اذا جو هم يطالبون بس بلا 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 اي 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 جواب. يعني نطالب من الامم المتحده، نطالب من الدول العربيه، نطالب من الانسانيه، يعني نطالب من الشرفاء ان يطالبون عن هالشباب هذه. الشباب راحت، الشباب انتهكت، عندهم اطفال، عندهم نساء، عندهم امهات. ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء، ما ظلت رحمه. يعني من يطالب؟ من يطالب؟ بس قناتكم هاي، بس قناه الرافدين هاي قناه شريفه ابو محمد. يعني هو هذا واجبنا، بس ما اتوقع قناه الرافدين تقصر في يوم من الايام في المطالبه بحقوق مو بس المعتقلين او الابرياء اللي داخل السجون، ولا هيئه علماء المسلمين ايضا قصرت بهذا الامر بالمطالبه بعوده النازحين واعاده الاهالي الى مناطقهم واعطاء الحق الى كل ذي حق وتعويض المتضررين من العمليات العسكريه بالموصل والانبار وصلاح الدين وكركوك ودياله، اللي يتهدم بيته يرجع، اعطاء حق الفلاح، اعاده حصص العراق المائيه. هذا حق العراق علينا كقناه. احنا نشكر هاي القناه، القناه الشريفه. احنا هيئه علماء المسلمين، مسلمين خارج العراق ما يقدرون يجون على العراق، اذا جوا على العراق راح يقتلونهم. يعني اقتالوا قبلهم، اقتالوا العلماء الدين، اقتالوا الضباط، اقتالوا هي ايران. هم قالوا شاكوا كفاءة بالعراق قتلوها من الاحتلال الامريكي لحد الان. امريكا قاعد يهددونها ويضربون الطيارات المسيره ويضربون القناصر. هاي لعبه بيناتهم. امريكا بساعه واحده تقدر تجيبهم شيء ساعه. امريكا يعجبها، امريكا واسرائيل وايران نفس اللعبه بالعراق. تصفيات بالعراق. ليش؟ يلا من قاعد يضرب ما يضربونهم. خلي واحد من السنه، خلي واحد ما يصير نقول سنه، بس خلي واحد من السنه يسوي شيء، تضرب طياره مسيره على اي قنصليه، الحكومه تقوم ما تقعد. نعم. اربع ارهاب. نعم. هم قاعد يضربون طيارات مسيره ويضربونهم وصواريخ ويضربونهم الصبح، بالليل الصبح يطلعون. يعني هذا يا يعني من طالب؟ يعني بس انتم قناتكم هاي قناه شريفه، طالب المعتقلين، الابرياء، النازحين، ما نطلب من الله. وهي احنا ما مسلمين ما يقدرون لانهم اشراف ما يقدر يطبون العراق، الكفاءات ما يقدر يطبون العراق، ضباط ما يقدر يطبون العراق. ليش؟ وين الامم المتحده؟ وين الانسانيه؟ وين العرب؟ ناشد الدول العربيه كلها. شكرا. يعني ما نعرف الناشد منه، ما نعرف. نعم. ونشكركم احنا. شكرا لك ابو محمد. ابو طيبه من البصره، حياك الله يا ابو طيبه. حياك الله اخوي. اليوم التحديد مستمر، ما زالت ايران مجاوره للعراق. نعم. اليوم بقدس هذه التحديد والتعسف لاخوتنا مناطق الغربيه منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظه، اعتقالات عشوائيه فائديه مبيته من قبل الجمهوريه اللا اسلاميه والعملاء داخل العراق. لذلك نستعي على الشعب العراقي أن يتكاتف من الشمال حتى الجنوب لكي نقضي على هذه صورة التحديد التي قامت بتعذيب العراقيين وأخوتنا من أثناء السنة. لذلك اليوم نطالب الأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن أن توقف هذه الممارسات التعسفية ضد شعبنا. نحن اليوم في البصرة نمر في حالة احتقان صعب من قبل النميشات والأحزاب. هذه الأحزاب تصول وتجول من خلال ولاها وانتمائها لإيران. إيران اليوم تلعب الدور الأكبر بالاعتقالات والتعذيب والتهجير والاغتصاب. لكن عزيز العراقيين مظلومين ظلمة كبيرة. علينا اليوم نتكاتف ونتوحد حتى نقول كلمتنا كلا لإيران وللعملاء ولإسرائيل ولأمريكا. بغض النظر ولكن التدخل اليوم الإيراني التعسفي في هذا المجال وخصوصا حلو. وياك أخويا، وياك أبو طيبة. وخصوصا اليوم شاهدتم هذه الاحتفالات المزيفة، ما هي إلا دليل على قمع المتظاهرين
والثوار واخوتنا في المناطق الغربيه اليوم على الهويه، اخي على الهويه اليوم دمار جيران بواسطه هؤلاء العملاء داخل المنطقه الخضراء الخضراء بقياده الكاظمي المجرم. نعم اخي العزيز. نعم شكرا شكرا لك ابو طيبه. ابو علي من قضاء المدائن حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياك الله احييك وحي الاذاعه الكريمه البطله المجاهده. حياك الله اخوي، تحيه طيبه لك والى اهل المدائن كلهم. حياك الله. ما عليك زود ما عليك زود اخوي العزيز، بس ملاحظه. قول. الشعب العراقي عفو عام للمساجين. نعم. العفو العام من الحكومة العراقية من الحكومة الإيرانية. هو المفروض يعني الشعب العراقي من دير تجي العفو العام، العفو العام منهم سيطر على السجون، هو اللي يطلع عفو عام. العفو العام مدينة. نعم. من إيران. الشعب العراقي مسيطر عليه الدولة الإيرانية. هم كيف ايران منك ينطل عفو عام يطلعون المساجين؟ ماكو عفو عام ما يطلعون المساجين. احنا نضحك على روحنا ابو استاذ العزيز انت. نعم. احنا هذا الحكي احنا نعيد ونسخل بيه. هم على الشعب العراقي يعني مات بطيء. كثير اقتلوا المتظاهرين. بسهم شردوا خارج العراق. بسهم طببوهم بالسجون السرية وراحوا وقضوا عليها، وقسم داعش تلها، وقسم جهة مجهولة، يعني الشعب العراقي مرتد جذريا. نعم. ولا هاي الحكومة العراقية تنطعف عامل للمساجين، إذا مو أمر من إيران. نعم. وانت طيب وانا طيب والشعب العراقي خلي يسمعني كليته. نعم. اذا انت وعفو الشعب العراقي انا معتب لك. نعم. وانا اشكركم واشكر الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب. حياك الله اخويا، حياك الله. شكرا شكرا لك ابو علي. طبعا لما تقرون القانون العراقي للتعذيب يتضمن المواد من 1-16. شوف تعريف التعذيب: إلزام الأطراف اتخاذ التدابير فعالة لمنع أي عمل من أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولاية القضاء العراقي، يجب ضمان أن التعذيب يعد جريمة، إنشاء الولاية القضائية على أعمال التعذيب التي ارتكبتها أو ضد مواطني أي طرف. المادة 5 ضمان أن التعذيب يعتبر جريمة تستوجب تسليم المجرمين. المادة 8 إنشاء الولاية القضائية في محاولة حالات التعذيب التي لا يمكن فيها التسليم وأن تحول إلى يعني محاكمة دولية أو قضية دولية. المادة 5 يجب على أطراف التحقيق فورا في أي ادعاء بالتعذيب. المادتين 12 و13 يجب أن يكون لضحايا التعذيب حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض. المادة 14 يجب على الأطراف أيضا حظر استخدام الأدلة التي ينتجها التعذيب في محاكمتها. يجب حظر استخدام الأدلة التي ينتجها التعذيب في محاكمة المتهمين. هاي المادة 14 من القانون أو مشروع القانون العراقي. زين ذولا اللي انحكموا إعدام على 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 تواقيع أنه حصلوها القضاة أو المحققين بسبب التعذيب، ذولا شنو؟ واللي انعدموا شلون؟ شنو رأي القضاء العراقي بيهم؟ يمنع ترحيل أو تسليم الناس إذا كانت هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهم عرضة للتعذيب، مثل ما دا يصير هسه بهواية مناطق نتيجة سيطرة الميليشيات. تلتزم الأطراف أيضا بمنع أعمال أخرى من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والتحقيق في أي ادعاء في مثل هذه المعاملة ضمن ولايتها القضائية. هذا الدعج عليه نازح اتهمونه هو من أتباع تنظيم الدولة اللي إجا بطرق ما نريد ندخل بيها تحتها ألف خط. كنا نعرف شلون جوي ومنين جوي ومنو دربهم ومنو يمولهم بالسلاح، لكن يهرب وشايل راية بيضة وعلم أبيض ويروح للقوات الأمنية بالرزازة وينخطف وأهله ما يدرون به.
هاي وحده، اكو الاف غيرها. يروح ويصير نازح ويعيش بمخيم ما يليق باي بشر، ولما يرجع لديرته تبدا المعامله القاسيه والمهينه. ما من حق ولده يحصلون على اوراق رسميه، ما من حق ولده يدخلون مدارس، ما من حقه يشتغل، ما من حقه يعيش حياه كريمه، ما من حقه يحصل تعويض. واللي بيوته مهدمه سدوا المخيمات ورجعوه غصبا ما عليه، زين وين يروح؟ يحفر كهف بالمنطقه ويعيش؟ وين يروح؟ هاي اللي ده نقصد المعامله ما بعد التعذيب. والطامة الكبرى انه القانون اللي مقدميه الحكومة او البرلمان لا قال انه الدعوة ما تسقط بالتقادم، ولا ابطال او اقوال او اعترافات اخذت عن طريق التعذيب. يعني انت من تعرف التعذيب وانت تصدر قانون لمناهضة التعذيب غير تبطل اي شيء جاك عن طريق التعذيب، لا هو ما له علاقة بالموضوع هذا. ما قال انه يجب حضور محامي مع المتهم في كافة مراحل الدعوة الجزائية، وهي من المفترض واللي احنا نعرفه او البديهي المتهم بريء حتى تثبت ادانته، واكو مدة معينة لإلقاء القبض، واذا ما ثبتت الادلة يطلع براءة ويطلع. بينما اكو ناس هسه موجودين بالسجون واكو هواية اتصلوا على البرنامج محصل قرار البراءة، هو بريء بس بعده بالسجن، لأنه السجان أو الميليشيا قاعدة تمص فلوس من الأهالي. صبري من زاخو حياك الله. صبري انقطع الاتصال بي. صبري أنا أريد أسأل سؤال واحد، سؤال إلى حكومتنا الرشيدة، ايش تردون؟ لا قوانين دولية محترميها، ولا قوانين عراقية محترميها، ولا الناس محترميها، ولا محترمين أحد. على ذكر إيران، والله خايف واحد يتصل بالبرنامج ويقول إيران ما لها علاقة، ما عذبت أحد بالعراق. كان اكو نصب هالدموع أول ما احتلوا بغداد اسمه نصب الأسير، تتذكرون شنو كان موجود عليه وشلون يتعاملون الأسرى الإيرانيين ويا الأسرى العراقيين، أسرى الحرب العراقية الإيرانية. وتعرفون مين عرفنا الإدريلات؟ مشهور أبو الإدريلات. وتعرفون شو وقت عرفنا التعذيب؟ من منو سيطر على العاصمة العراقية؟ نتيجة إهدائها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلها. يلا عرفنا التعذيب. والمشكلة اللي قاعد يحكم سني شيعي كردي صابئي مندائي يزيدي، اللي قاعد يحكم مو الطوائف، ما داعش على العراقيين، لا داعش على الكتل والأحزاب، كلها ناطتها ابن الطرشة. شقد اكو كتل سياسيه بالعراق لا شفنا قرار فعلي او رسمي او وقفه سياسيه فعليه لمناصره ضحايا التعذيب او لمناصره النازحين او لمناصره المغيبين او لمناصره الشهداء او لمناصره الموظفين او الخريجين او الشعب العراقي بشكل كامل، او بالاحرى لمناصره العراق بشكل كامل، لان هم ما خلوا لا حيوان ولا زرع ولا بشر. صباح من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ افهم. عليك السلام والرحمه والاكرام اخوي. يعني بالنسبه لهاي الذكرى احنا نتالم عليها عما يجري بالعراق والسجون العراقيه والظلم اللي موجود بالسجون العراقيه من جراء التعذيب والتغييب والقتل المتعمد والجثث اللي مجهوله الهويه من 2003 ولحد 2010 يمكن آلاف مؤلفة صارت بالطائفية على يد جيش المهدي وغيره واللي يسمون انفسهم مجاهدين. اليوم احنا نعرف يعني ملف المعتقلين
ويعني يعني الناس كلها تعاني منه، لأن القضاء عندنا احنا القضاء مسيس والقضاء غير عادل، والنزاهة ما جاي تاخذ دورها بصورة صحيحة بالنسبة لضباط التحقيق اللي تابعين وزارة الداخلية، والقضاة همين يعني تابعين إلى أحزاب. فشوف اللي متهمين الموجودين بالسجون اللي أعداد يعني أكثر من 400-500 ألف مواطن، احنا نلزم ان 80% إلى 90% هم ناس أبرياء جراء اعتقالات عشوائية واعتقالات طائفية واعتقالات على مذهب واعتقالات هي يسموها 4 أرهاب مخصصة بس لأبناء السنة. فصارت هاي الاعتقالات يعني بالآلاف مؤلفة. المفروض كل السياسيين اللي هسه جاي يرشحون ويريد يصدرون انفسهم على المشهد السياسي بالمرحلة القادمة، اللي يقولون احنا راح نبني واحنا راح نحقق عدالة واحنا راح نسوي ونعمل، المفروض بيهم يطالبون كل البرلمانيين يطالبون بعفو عام، عفو عام باستثناء المجرمين والقتلة. اللي أغلبية الاتصالات على قناة الرافدين المحترمة يطالبون النساء ورجال وأطفال، يطالبون بإطلاق سراح أولادهم، وقسم من عندهم ما يعرفون وين هم يناجدون، يخابرون للقناة والقنوات. ماكو يمكن قناتين احنا عندنا تعتبر معارضة للحكومة هاي الفاسدة والحكومة الطائفية، يطالبون عن مصير أولادهم اللي 8 سنوات متهم لحد الآن لا ضبط التحقيق ولا القاضي بثم بقضيته، سواء يطلقون صراحة أو يحكمون. وصلت المرحلة ببعض الناس تخلم على مدعين عامين بالأنبار وبالموصل وبغداد تحديدا، طبم على مدعين عام، مدعي عام قالوا له احنا نريدك تعدم أولادنا. فتفاجئ المدعي العام، هاي أحد الأصدقاء يحكي لي، تفاجئ المدعي العام قال له شلون تحكي هيك للمواطن؟ قال له احنا صارنا 6 سنوات وشهر أولادنا معتقلين على ذمة التحقيق، وين اكو قضايا 6 سنوات وشهر؟ يعني المفروض فهذا المدعي العام صاح لضابط التحقيق أنه قال له تعال اسمع الأهالي شي داعون، يقول لي اعدم ولدنا اعدموهم، لو احكموهم 20 سنة في سبيل نخلص. فالناس قامت تريد تعرف بس المصير، أن يبثون بالقضايا فما يخليها خليها شون بند من بنودهم مال الفساد والسرقة، وهو التغذية والتعرف التغذية للمساجين والمصاريف اللي تصرف على المساجين، وأحنا بحالة مزرية اقتصادية، وأحنا بحالة تقشف يسولفون بيها يحجون السياسيين لازم نتقشف لا تعيينات. أخ صباح، في حال لو كان أكو فكر صحيح للصرف على المساجين داخل السجون العراقية. نعم نعم، هي هاي كلها ملايين الدولارات تصرف عليهم بس يسرقوها، يسرقوها المتنفذين والمتسلطين على المعتقلين وهاي السجون والإصلاح وغيرها، ملايين الدولارات تصرف. فيقول لك شلون أطيع عفو عام؟ فهم ما يريدون يطون عفو عام، يفرحون الأهالي احنا مقبلين على عيد وكنا برمضان وخلص رمضان. المفروض الحكومة لو رشيدة تغلق وتبدي صفحة جديدة. احنا ما نقول طلعوا اللي داعشي وطلعوا الارهابي وغيره، لا، اللي ناس الابرياء على ذمة التحقيق اكثر من 10 سنوات صار لهم، مثل ما نظرم بقضية قاسم مصلح وهو احنا نعرف ميليشياوي ولائي وهو مجرم، وكان يقتلون بالناشطين السياسيين وبثهم بقضيته بأقل من 10 أيام وطلقهم صراحة برأت القضاء برا. ليش ما أيضا تبثون بقضايا المعتقلين اللي جاي تعذبون بيهم، وسجون الناصرية اللي يومية تقتلونكم شخص متهم أو مسجون، أشكال التعذيب صار بالسجون والناس راح الضحايا بهذا المجال. ضباط التحقيق يضغطون على المعتقلين في سبيل يعني هم يريد يموتون الناس، يريد يموتون المعتقلين. وانت المفروض كقاضي، يا قاضي انت القاضي قاضي الارض، المفروض تبثون بكل القضايا الموجوده تحت ايديكم، قضاة الارهاب وقضاة الجنايات وغيرها، المفروض يعني هذا الملف تطووه تبدون صفحه جديده. بس هم ما طول هم نفسهم رؤساء الكتل والبرلمانيين ونفسهم السياسيين باقيين، احنا ما نترجى خير من عندهم. يعني ماكو اي امل بهذا الموضوع، وراح تبقى هاي الازمه ناس ينقتلون على ذمه التحقيق وهم ما يعرفون، يعني هم احنا ندري بيهم ابرياء وهل هم جاي يداعون به، لكن هاي الطائفيه اللي زرعتها ايران وجاي ينفذوها مع الاسف على ايادي عراقيه مثل المالكي وابو فدك وهادي العامري وقيس الخزعلي، هم اللي جاي يتحكمون بالقضاء العراقي وبالسجون كله. نعم. شكرا لك اخ صباح. ابو احمد من ابو غريب، حياك الله ابو احمد. ابو احمد
تسمعني ابو احمد؟ يبدو ان انقطع الاتصال ويا الاخ ابو احمد. ابو رائد من الموصل، حياك الله ابو رائد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه والاكرام. حبيبي. نعم. احنا سوالف خوش سوالف هاي ونقاش. نعم. بس ليش ما يطبقون حكم قانون الاكراد؟ شلون؟ ليش ما يطبقون قانون الاكراد عندنا ما يطبق؟ شلون يعني؟ والله قانون عندهم الاكراد احسن قانون. ينسجن يخلص محكوميه يوم واحد ما يضل. الو. وياك. الو. ابو رائد هذا مو يعني هذا مو قانون الى جهه معينه، ترى كل دول العالم المتهم بريء حتى تثبت ادانته، اللي تثبت ادانته ينحكم على ضوء الجريمه اللي هو نفذها او على ضوء الجرم اللي هو نفذه، يخلص محكوميته المفروض خلاص الله وياك اطلع هاي. ساعة البارحة ابن عمي كان بالاكراد كان متعارك وطلع البارحة انحكم سنتين يعني كونه. ها؟ يوم واحد ما خلوه الساعة 8 الصبح طلعوه. نعم نعم نعم. يوم واحد ما يقبل يقول ما ظل على يا مسعود يا ظل اطلع. يلا حبيبي ممنون. شكرا جزيلا لك ابو رائد. بس حبيبي. ابو رائد هاي احنا مو يعني القصد انه مو دعاية عفوا الى جهه معينه او قضاء معين في احد الاماكن او الاقاليم، انا اقصد انه هذا الصحيح في كل دول العالم هسه. ايش قد اكو ناس اشتبهوا بهم او اخذوهم للتحقيق ويطلع بريء ويقولوا له روح ما يطب سجن اصلا. وايش قد اكو ناس يطبون كشهود، اللي دا يصير حاليا بالانبار واللي دا يصير حاليا بصلاح الدين لما يجون على اهاليتهم ويقول له استعلام عن معلومه او استفهام، ناخذه نسأله كم سؤال ونرجع لكم اياه وما يرجع. طلع مجرم حسب الجرم مالته، وحتى المجرم اهله يدرون بيه شنو الجرم مالته وشنو الحكم مالته ومنو القاضي اللي حكمه ومنو المحامي اللي دافع عنه ومنو الادعاء العام اللي رفع الدعوة عليه، هاي كلها لازم تكون معلومة. وحتى اثناء اداء محكوميته لازم اهله يزوروه ويخابرهم ويشوفهم ويتمرض ياخذ علاج وياكل اكل خوش اكل وفلوس توصل له وهدوم توصل لها، كلها ما موجوده بالعراق اليوم. ها انت دا تحكي الشيء الطبيعي اللي المفروض يصير اللي هسه حاليا احنا بالعراق ما دا يصير. رسالة واتساب اليوم وصلتنا، السلام عليكم، مناشدة من خلال قناتكم، بس أريد أعرف هاي الحكومة ما تشوف حال هاي الأمهات المتظاهرة أو الواقفة بالشوارع والطالب بالعفو العام، صار سنتين نتظاهر ونطالب بالعفو وما حد يسمعنا، ليش إحنا مو بشر؟ كافي يروح محالنا، حتى اليهود عندهم رحمة وحكومتنا ماكو بقلوبهم رحمة، بس ما نقول غير حسبنا الله على كل واحد يعارض العفو العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ فدوى أروح لك، طالبنا بالعفو العام والله ملينا وتعبنا، حكومة كلها فازة بس بوق الانتخابات تفقد ناس، ومن يصعد على الكرسي ما يعرف أبوه، عساها بحظهم وبختهم عساها بعافيتهم، والله العظيم شباب كله بالسجون مرضى، علاج ماكو، أكل وشرب ماكو، فوقاها ما يخلونا نشوفهم، ليش والله ميتين على شوفتهم، ما نعرف أي شيء عنهم، أخويا والله تعبنا ويأخذون منهم إفادات بالقوة، والله أخويا حتى بالكهرباء ناتلي وأظافره شال عيهن، المن اعترف إلى أن اعترف بجريمة، أخي والله حكومة ما تعرف الله ينتقم منهم، وإن شاء الله كل حوبة سجين تصير بيهم. أختكم بنت الناصرية، حياك الله أختي وأهالي الناصرية. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. العراق قضية عالمية وأممية وأصبح بقبضة الاحتلال الأمريكي الإيراني وعملائهم في الخضراء إدارة ميليشيات بدعم الأمريكان والصهاينة والروس وإيران، تآمروا على تدمير العراق وسوريا بتخطيط لهذه الدول على تدمير منطقة الجزيرة العربية بغطاء أممي وأمني، واليوم على منظمات المجتمع المدني شريحتين شيوخ العشائر ورجال الدين تأخذ دورها تتحرك على القضاء والمحاكم الدولية بمساعدة الشعوب العربية، لأن الحكام جواسيس للغرب فينا في العراق، وعلى الشعوب العربية أن تأخذ الحيطة والحذر من هذا المخطط والتآمر الرهيب على المنطقة، وخير شاهد ودليل على مستقبل العرب وتحرك الشعوب العربية قبل فوات الأوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم استاذ افل، نشكر قناتكم توصل صوتنا. نريد مصطفى الكاظمي وزير العدل والشعبه الخامسه يشوف الحانوت مال السجناء قفاصه وحراميه. اني ام علي من بغداد. كم حكومه من 2003 الى الان، كم حكومه جت؟ هل اكو وحده منهم عاقبه السجانين بالجادريه صولاغ ابو دريلات وفضائح ابو غريب؟ شلون بعد نتوقع اكو حكومه راح تجي وترحم العراقيين؟ اخوكم حسام. السلام عليكم استاذ، وياك ابو محمود من الرمادي. نطالب من حضراتكم ايصال صوتنا الى الدول العربيه، ناشدنا حكومتنا ماكو، بلك الدول تحس بها للمعتقلين. والله ابرياء، يعني اطفال معتقلين شنو ذنبهم؟ محرومين 6 أعوام من ابائهم، بلك دول تحس بهم. الله ينصر اهل الحق من المتظاهرين ابطال والخزي والعار لاعداء الشعوب، من السياسيين قتل الاوباش، وان شاء الله يوم النصر على الظلم القريب باذن الله. اخوكم ابن الوطن من صلاح الدين. المشكلة اليوم بالعراق عندنا مشاكل كثيرة، وأكو هواية أدلة، وأكو هواية سجون، وروحوا شوفوا السجون مثل ما اتصلوا بينا وقالوا 10 و20 ينامون بالحمامات مال السجون مو على أسرة. وأنتوا لكم الدليل. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر.